انطلقت اليوم تظاهرة شهر ضد الفساد، والتي تنظمها منظمة أنا يقظ للمرة الخامسة على التوالي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد. وستشهد هذه التظاهرة عديد الأنشطة في مجال دعم الشفافية ومكافحة الفساد. ببادرة من منظمة أنا يقظ، تم خلال ندوة صحفية الإعلان الرسمي عن أنشطة الشهر ضد الفساد، منها مناظرات ضد الفساد وورشة عمل حول مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح والإثراء الغير المشروع، أنشطة ستشمل كل ولاية الجمهورية بمختلف فئاتها ومجالاتها. الأنشطة هذه باش تكون متواجدة في مختلف ولايات الجمهورية، تقريبا باش نحاولوا نغطيوا 24 ولاية واللي تتمثل في مختلف الأنشطة اللي نحاولوا ندمجوا بها المواطنين وخاصة الشباب في مكافحة الفساد، كل من منظوره، يعني خدمنا وباش نخدموا مع سينمائيين، مع فنانين، مع شباب مغرومين بالراب، بالسلام، كيف باش تكون عندنا تدريبات حول مراقبة الانتخابات، حول آليات مكافحة الفساد اللي باش نخدموا بها مع التلامذة الصغيرات وكذلك مع الأساتذة المربيين، وباش تكون عندنا كيف حفل سنة لتكريم المبلغين عن الفساد. بأنشطة كامل السنة، مش كان في شهر ضد الفساد فقط، ولكن على امتداد السنة الكل نقوموا بمختلف الأنشطة اللي نحاولوا زادة نوعيوا فيها الشباب، وكذلك النوع مختلف المواضيع كما اللامركزية، الحوكمة المحلية، الانتخابات زادة البلدية موضوع الأنشطة نتاعنا، هذاك علاش عندنا مشروع اسمه أياسيس. وفي إطار أنشطة الشهر ضد الفساد سيتم تكريم ثل من المبلغين، هذا وأكدت منظمة أنا يقظ على ضرورة تفعيل قانون حماية المبلغين بإصدار الأوامر التطبيقية. لم يتم إصدار الأوامر التطبيقية، اليوم المبلغين مازالوا خايفين، مازالوا يحسوا اللي ما فماش ضمانة قانونية إذا تعرضوا للهرسلة، إذا هما كشفوا على الفساد. وهنية احنا باش نحاولوا خلال الحفل هذايا ندعيوا مرة أخرى، ندعيوا السلطات، ندعيوا الحكومة إلى أنه نحبوا نفعلوا هالقانون هذايا، نحبوا يدخل بالرسمي، يعني حيث تنفيذ ودخل، لكنه لا يتم تطبيقه كما يجب. وفي اختتام أنشطة الشهر ضد الفساد سيعقد مؤتمر موضوعه النزاهة، يضم ورشات ومسابقات في مجال مكافحة الفساد.